وكمان معانا مجموعه مختاره ومنتقاه بعنايه من المراسلين المجيدين. والحقيقه النهارده انا بشكر هاني النحاس على جهده من لجنه للجنه وعمل لقاءات مهمه جدا النهارده. والحقيقه هو النهارده نجم اليوم الاول هاني النحاس. اهلا بك يا هاني. هاني مدرسه الدباره في القاهره. اهلا بك. مساء الخير استاذ حمدي ومتشكر جدا لحضرتك. هاني انا اهلا بك يا استاذ حمدي وخالص التحيه لحضرتك ولكل الزملاء وكل الساده المشاهدين اللي متابعينا منذ بدء البث النهارده الساعه 8 الصبح. انا سعدت جدا بكلام حضرتك عن الصور المعبره من الدوله المصريه، واسمح لي ان انا اكمل الصور. احنا بدانا النهارده شغل من الساعه 8 من التجمع الاول، وصلنا الساعه 8 قدام احدى اللجان في التجمع الاول، لقينا العشرات من الناخبين المصريين اللي حريصين يروحوا قبل فتح باب التصويت الساعه 9 بساعه لانهم موجودين. التقيت النهارده بعدد من الوزراء سواء في التجمع الاول او المقطم او وسط القاهره. في كل التصريحات الجميع كان يؤكد على اهميه مشاركه المصريين في تلك الانتخابات الرئاسيه لانه حق دستوري لهم. الجميع لم يزيد عن تلك العباره، بيحث المصريين على المشاركه دون اي توجيه. خلينا كمان نتكلم، الامن موجود في محيط كافه اللجان، هو فقط لتامين العمليه الانتخابيه وتامين الساده المواطنين الناخبين. خلينا اقول لحضرتك طبعا القاهرة العاصمة الحمد لله النهارده بخير جدا. طبعا القاهرة شهدت ثلاثة من المرشحين الرئاسيين أدلوا بأصواتهم اليوم، السيد المرشح عبد الفتاح السيسي، السيد المرشح فريد زهران، السيد المرشح حازم عمر. يعني التقيت يعني اليوم يعني أنا مهتم جدا بالصورة بالسيد المرشح فريد زهران وسألته بشكل مباشر هل هناك. أنا مهتم جدا بالصورة اللي في خلفك، احكي لي عن هذه اللجنة في قصر الدبارة، لأنها لجنة في منطقة راقية جدا، منطقة معروفة، وبالتالي ممكن نجد صورة أخرى من الصور المصرية المعبرة النهاردة. تمام استاذ حمدي. طبعا يعني مدرسه قصر الدباره هي لجنه من ضمن 961 لجنه فرعيه في القاهره، شهدت ازدحاما كبيرا منذ بدء عمليه التصويت، يعني تقريبا الساعه 8:30 قبل فتح باب التصويت بنص ساعه، بالرغم من مرور 9 ساعات على بدء عمليه التصويت، ولكن المشهد دلوقتي واحنا بنتكلم الساعه 6 وربع هو ده المشهد، مشاركه شبابيه كبيره جدا، يعني تلك الطوابير لم تتوقف حتى في ساعه الاستراحه من الساعه 3 حتى الساعه 4، كان هناك العديد من الشباب ينتظر لفتح اللجنه مره اخرى بعد الاستراحه لادلاء بصوت. يعني لو الكاميرا جابت من بعيد كده، هذا هو طابور ممتد في شارع القصر العيني من شباب وفتيات مصر. الصبح النهارده كان الاقبال من شويه من كبار السن، احنا بنتكلم على لجنه مهمه في شارع القصر العيني بتتبع طبعا جاردن سيتي. الاقبال لم يتوقف منذ بدء عمليه الانتخاب حتى هذه اللحظه. اللجنه هنا طبعا شهدت الادلاء لعدد من الفنانين والمطربين باصواتهم هنا في اللجنه، كذلك ادلى سياده النائب محمد ابو العنين وكيل مجلس النواب بصوته هنا في تلك اللجنه، وزار وفد من المراقبين لبرلمان البحر الابيض المتوسط مقر اللجنه هنا، وكانوا بصحبه النائب محمد ابو العنين وكيل مجلس النواب. شكرا جزيلا. الصوره دي مباشره النحاس. والحقيقه انا عايز انوه بس لجوله وكيل مجلس الشعب النائب محمد ابو العنين مع وفد البحر المتوسط النهارده، وده كانت جوله مهمه جدا. هو زاروا مجموعه من اللجان واطلعوا على سير العمليه الانتخابيه، وده هوم ورك وواجب وطني بيعمله النائب محمد ابو العنين، لان